سو انه هيدي بتصلح تكون لك ولالها. جوري في السايلنت مود على طول، ايربلين مود كمان مش سايلنت مود. في شيء انا وعم بحكي طلع براسكم ولا لا؟ ابدا ابدا. بصراحه مش عارفه احدد هي ساكته ليه. في اغنيه جت في بالي اول ما جت فكره الديوهات، الاغنيه بتاعت يانا يانا صباح ورولا يا حبيبي اموت انا. ايه انتبه، هذه مبدئيا غنيه وحده هلا صباح غنتها مع رولا. ايه يعني أنا أغنية كتير حلوة. الأغنية دي وقت ما نزلت عملت رد فعل قوي جداً، فحاسة إن هي لو اتغنت تاني دلوقتي أكيد هيكون ليها صدى حلو. هي حلوة الأغنية اللي اختارتها زينب، ولكن أنا أبغى أغني خليجي في الديو هذا. وفي الغنية اللي أنا بحبها كتير كتير بحبها ومؤمن إنه بتكسروا الأرض فيها وبتغنوا حلو فيها، يا دلع. يا دلع كتير حلوة. حلوة جدا جدا، فيها طرب وفيها مغنى وفيها لحن وفيها إيقاع. فيها إيقاع وفيها قوة. يعني أنا مصر على هالغنية اللي فترة مصر عليها تنقال. شو رأيكم؟ الأغنية مني حستها، وممكن لو الأغنية أنا ما أحسها فما رح أبدع فيها أو ما حطلع فيكي مصر على المسرح أنا وزينب، فما ينفع. هنشوف أوبشن تاني، لازم نكون بنغني حاجة مرتاحين فيها إحنا الاثنين. رح حط يعني الليلة أصلا أكيد رح نتلاقى إذا الله راد الليلة. تكونوا انتوا فكرتوا، كون انا فكرت، وبناخذ هودي بعين الاعتبار احتمالات. اسمعوا انتوا بالنهار ان شاء الله. ماشي يلا بامان الله بنشوفكم زي ما تشوفوا. دحين احنا كلنا في حيره، بس ان شاء الله البرايم حنكون كلنا جاهزين وحتسمعوا اشياء مره حلوه. خلونا نشوف القرعه ايش حتسوي فينا. بس لان انا قيته ما طرعت سوي لي شاي بالله. قاعدين انا وشوري عم نعمل شاي، وتذكرت بسمة لأنه هي كانت تسألني على طول إذا بدي شاي أو لا. مستفقد لبسمة أنا كتير، وأنا مرة يعني حتى مستفقد هيثم بصراحة. أنا جاء في بالي هيثم، مرة مستفقدينهم بصراحة. أنتوا مين قلب عليكم المواجع كذا فجأة؟ هو افتكر بسمة أنا افتكرت هيثم. هيثم له فقدة مرة كبيرة في البرنامج، وخصوصاً أنه هو كان يعني صديق وسند في نفس الوقت. المقر كل أسبوع بيفضل أصلاً. يا جماعة الكلب ما كان يكفينا، دحين نشوف قديش في فراغات. ما في ضحكة هلا، يعني بدأ انت عم ناطر بعد بس ما تجي تضحك وتصرخ. يعني اشتقنا لحدا يضل عم بيحكي ونقول له سكوت، لانه المقر فاضي بلاكي وكثير رايق ومش حلو هالقد. وانت على فكره انت وبس ما صرتوا رغايين مع بعض. صرت بحكي كثير. والله صرت اتكلم كثير قوي خربت كده. فاكر يا فادي لما قلت لك ان انت بلع راديو؟ كنت بلع راديوين مش واحد. والله حرام عليكي بوظتي الولد. كل واحد فينا اخذ من الثاني ترى، من كتر ما انه طول الوقت قاعدين مع بعض. اللبناني يعني كثير